ازيك يا استاذه بقى؟ احكي لي. الله يخليك، لو سمحت بقى مشكلتي بقى تحتاج حلقات. احكي. انا متزوجه بقى لي 23 سنه وربنا ما كرمناش بالخلفه، والدنيا طلعت طبعا العيب من جوزي واحنا متاكدين ماشي. فهو بقى بصي ما بطلش يقول لي يا روحي يا عقلي يا قلبي، عمره ما زعلني. طب جميل. والتلات لحد ال 23 سنه، من قيمه سنتين اكتشفت انه بكلم اعز صحبات انه اتجوز ولا بيكلم. لا بكلمها بقى كلام حب، واللي هو بقوله لي بقوله لها انت قلبي وانت روحي وانت فيعني ايه، قعد يقول لك اخر مره ومش عارف ايه وحلف انه ما يعمل كده تاني. اكتشفت بعدها بشهرين انه بكلم عيله كنا نخلفها. بيكلم عيله عندها 21 سنه ومتجوزه ومخلفه برضه جنبنا، لقيته بكلمها برضه. بمعنى ايه بيكلمها بقى يا مرة؟ كلام بقى حبيبتي يا قلبي يا روحي. انت بتكتشفيه ايه، بتقري رسايل ولا ايه؟ بص يا استاذه دعاء، انا كنت حلمت حلم ان انا حاطه ايه، ان هو صاحبتي نايمه في وسطنا وحاطط ايده على رقبتي. اتصلت على الدكتوره صوفيا قالت لي دوري ورا جوزك والست دي بالذات. انت حلمتي ان صاحبتك اللي هو بيكلمها دي نايمه في وسطك وهو حاطط ايده على رقبتها؟ ايده على رقبتي. ده انت مبروكه. المهم بقى بص، انا حطيت التليفون يسجل لهم، بقيت احط له الموبايل في العربيه واحط له الموبايل في البيت بتاعي يسجل له وهي المكالمات. سجلتي الجزء؟ انا عارفه انا اللي عملته ده حرام، بس انا بحافظ على ذات. وانت ايه جستابه حاطه له الموبايل في العربيه وحطها له في بيته؟ امال بقى رأفة الهجان ايه؟ بقول لك عايزه في دور رأفة الهجان. رأفة الهجان وبعدين بتضحك. المهم بقى يا استاذه دعاء بصي، انا مش قادره اسامحه، وهو كل مره بيجي يقول لك انا اسف وكده ما بيعترفش ان هو، لا هو ما عملش حاجه، انا ما بعملش. ما بيعترفش ازاي وبيقول لك ده مش صوتي ولا ايه؟ ايوه مش صوتي، وهي البت ذات نفسها جت هنا وقالت لي هو بيكلمني. طب انت بتدوري وراه ليه؟ مش هو بيقول لك يا روحي ويا قلبي، حد طايل يا حبيبتي؟ ما بحبش الناس تمشي على غش، انا مش عايزه امشي على غش. مش عايزه ايه؟ امشي على غش؟ اه ما كده انا بحبك. ما هو ان احنا نقعد ندور ورا الناس يا مروه، نقعد ندور ورا الناس ورا جوزي، اقعد ادور بيعمل ايه من ورايا وبيقول عليا ايه من ورايا، دي وحشه بتخرب البيت. ماشي بس برضه يعني انت ازاي، انا عايشه معاك ورضيت وخلاص، ازاي بقى بعد العمر ده كله تعمل كده؟ طيب وواحده صاحبتي يعني كانت اعز اصحابي اللي عملت كده ومتزوجه، والثانيه متزوجه برضه. انا عايزاك تسالي الدكتوره مره، انا ما بنامش، انا تقول لي اعمل ايه؟ طب قولي لي، انتوا 23 سنه متجوزين وربنا ما رزقكوش بالولاد صح؟ اه. هو بقى بيقول لك ان هو عايز يتجوز عشان يخلف او حاجه ولا؟ لا يا فندم، هو قله الخلفه منه هو. ايه؟ هو العيب منه. انتوا متاكدين؟ هو عارف واهله كلهم عارفين ان هو قله الخلفه منه. فعشان كده انت حاسه بالغدر. يعني لا والله ما غدر ولا حاجه، والله انا عايشه معاه ما يرضي الله، بس يعني تعبان عليا نفسي. انا عملت ايه يعني؟ يعني بفكر انا عملت ايه عشان تعمل فيها كده؟ طب وبطلتي تسجلي ولا لسه بتسجلي؟ لا بصي، الناس اللي خشت بيتي كانت عيش وملح ديا. يعني ليه العيب فيه يعني بقى ولا في الناس؟ العيب فيكي ولا يعني في الناس؟ يعني صاحبتي واعده معايا واعده في بيتي، لدرجه ان انا كنت بعطف عليها. وشفت الغدر منها دي ما كنتش اتوقعها. العيله الثانيه دي واجهتيها بقى يا مروه؟ واجهتيها؟ واجهت الاثنين. يخ ده انت جبروت. وعملوا ايه؟ الاولانيه نكرت والثانيه قعدت تعيط، قلت لها انا مش عارفه انا عملت فيكي كده ليه، انا كنت بعتبرك ام وهو ابويا. اعترفت. ده بتعذبهم بالاعترافات. الثانيه دي بقعد اقول له يعني من جناني، اقعد اقول له بتحبيني وبتحبهم ايه؟ قلبك مساكن شعبيه بتحب البلد بحالها ولا ايه؟ انا عارفه بيحب البلد بحالها. والنبي انت عسل. النبي انت اللي عسل، رد عليا بقى. هنرد عليكي، اسمعي. كيلي بقى. تمام. يا مروه ما شاء الله عليها تفوقت على الحقيقه، يعني على نفسها وعلى الاخرين، لان حتى كميه موبايلات رهيبه، ما اعرفش تجيب فلوس للرصيد ده كله منين عشان تسجل او الموبايلات دي كلها يعني. بس عايزه اقول لها على حاجه، اللي هو من راقب الناس مات هما. وفي كان مسلسل يعني حلو جدا جدا، ممكن الناس ما فهمتوش قوي في وقتها، اللي هو نصيبي واسمتك. لما هاني سلامه حط كاميرات في بيته وفي مكتبه عشان يراقب ويشوف الناس بتقول عليه ايه من وراه. هو كان بيحب زمايله في الشغل جدا، كان بيحب اخته جدا، كانت علاقته هايله بمراته، لكن لما سمع الكلام اللي بيتقال عليه هو ادت بيه في النهايه للوحده. الوحده كامله. مش مهم الناس بتقول عليكي ايه يا مروه،
من ورا ظهرك، المهم الناس بتعاملك ازاي، مالكيش دعوه بقى هو بيقول ايه لمين. طب هي بتقول لك ما انا مش هعيش طول عمري حاسه ان انا مغشوشه او هو بيغشني. انت دلوقتي بقيتي عارفه ان هو الراجل يعني يعني بعد ما كبر وحاسس، يعني خليني اقول لك برده يا مروه ان هو حاسس انه في حاجه ناقصه او حاسس بنقص او حاسس بعيب عنده او تقصير عنده. ففي رجاله كتير بتحاول تعوض ده يا دعاء بان هي تتكلم بس. هي قالت لك بيكلم بس، بيقول كلام بس، تمام؟ فهو الراجل بيقضيها كلام ويحس ان هو عنتر زمانه، فما فيهاش مشكله دي، وخصوصا ان هو يعني ما بيقولهاش لا ما حصلش. هو بيعترف. هو بيعترف وما بيعملهاش وحش. واللي بيكلمهم بيعترفوا. واللي بيكلمهم بيعترفوا برضه، وخلي بالك يا مروه ان هو لما بيجي يتكلم مع واحده، بيتكلم مع واحده هو متاكد 100% انها مش هتفتح بقها وتتكلم لانها ست متجوزه ومخلفه. فهتخاف على نفسها من الفضيحه. انا ما سمعتش اللقطه دي، هي متجوزه ومخلفه الاثنين. صاحبتها الانتيم. انا مش ما سمعتش انها متجوزه. لا متجوزه ومخلفه، قالت لي الاثنين متجوزين ومخلفين. فده اللي انا كنت عايزه اقوله لها، انت عمرك ما هتلاقيه منقي ضحيه او منقي بنت مش متجوزه او مش مرتبطه، لان هو بيعمل كده تقضية وقت بقى، فراغة عين، أزمة منتصف عمر، عنده إحساس إن هو مش كامل مكمل لأن هو عنده مشكلة في الخلفة. فلما بيجي يتكلم حتى مع حد يدعو أو بيدخل في علاقة، وبيدخل في علاقة مع واحدة هو عارف إنها مش هتقدر تفتح بقها ولا هتطلب منه جواز لأنها تخاف على نفسها من الفضيحة، لأنها ست متجوزة. تاني حاجة مش هتطلب منه جواز لانها متجوزه اصلا. تمام؟ فده ما يتخافش منه يا مروه. وبعدين طول ما انت خلاص قفشاه وملكاه مفيش مشكله. ما عندكيش بقى. بتقول لك بيصعب عليا نفسي. حقها انه يصعب عليا نفسها. انه لازم هو يبقى مخلص لها اكتر من بالزبط. كده او ده بقى نفس الكلام اللي بيقوله لها مش خاصصها بيه يعني. بالزبط. ده ماشي يقوله لطوب الارض. ما قالت لك هو قلبه مساكن شعبيه. الراجل فعلا قلبه قلب رمانه، يعني ما شاء الله عليه بيحب كل الناس. بس الحقيقه يا مروه هو مشاعره الحقيقيه عندك انت، لكن الكلام هو يعني هو عشان بس حافظ الدباجه وحافظ الكلمتين بيقولهم لاي حد، لكن مشاعره حقيقيه عندك. حل الموضوع ده يا مروه انك تقعدي تعملي له وقفه بجد، مش انك بقى تواجهيه وتواجهي البنت الثانيه ويقول لك طب خلاص سامحيني فتسامحيه. لازم تتعامل معاه وقفه وتقولي له يا ابن الناس انا عايشه معاك بما يرضي الله، انت عايز تعيش معايا بما يرضي الله هنكمل مع بعض والموقف ده ما يحصلش تاني. مش هتقدر تعيش معايا بما يرضي الله يبقى تسيبني الحال سبيلي وانت اعمل اللي انت عايزه بعد كده براحتك. والموبايلات اللي مرشقاها في كل حته عامله له لا وفري من الجاسوسيه. هي اللي بتتعب يا دعاء. هي اللي بتتعب، هي طبعًا. كل ما بتدور وكل ما بتسمع هي كل ما بتتعب اكتر. صحيح. تمام. زي ستات كده بتيجي تعمل لك فيك اكونت وتفضل ورا جوزها لغايه ما توقعه. لحد ما توقعه وبعدين تدخل على تدخل على جروبات الفيسبوك ايه الحق يا نسيبتي يا لهوي يا خراب عملت فيك. على فكره هو حبك انت ذات نفس الشخص بس باسم تاني، وممكن يكون هو اذكى منك وعارف انها انت. فليه يا جماعه بندور على المشاكل بابره زي ما بنقول.